هايفا ماجيك بونسوار. هايفا فانز. كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي هايفا ماجيك أنها تزوجت على سنة الله ورسوله، وأنها في المرة الأولى أي عندما كانت تحب ربيع رفضت الزواج منه لأنه مسيحي وهي مسلمة، والشيخ أذن لها بالتحول من شاب اسمه صبحي إلى هايفا ماجيك وأذن لها بالزواج الآن. فأنا ما قبلت بأول مرة أنه غير ديني وأتزوج كنسيا، أنا تزوجت إسلاميا شرعا، مثل ما أنا أخذت فتوى شرعية أن يكون امرأة أنا قدرت أني أتزوج بما أني امرأة من الشخص اللي أنا بحبه وبتمني كل حياتي، وضحيت بكل شيء كرماله، وبعشق التراب اللي بيمشي عليه، والله يعطيكم حظي وأكثر يا رب. كل ما دق القوس بالشرة بتجيك الدورة وبتجيك الدورة يا أختي، 30 يوم نياكي ما بوقف، مرتاحة مبسوطة، ليه مقهورين؟ لا ما قدرت لكم ياها هون 30 يوم مبسوطة هيك عايشة حياتي، أنت ما بدي بفكر يلا مش مثلك، لا ما في جايتني الدورة ويعيتني أنا نظيفة 24 ساعة شري 24 ساعة جاهزة شري جاهزة. تجيني الدورة وريحة الصنة وريحة الزنخة وريحة الالتهابات، ليه 30 يوم بالشهر يا اختي مش مثلك، مغص اسبوع دم 4-5 ايام، هيدا اذا كنت نظيفة، اذا كنت وسخة بتضل جيتك الدورة شي 10 ايام، 10 ايام يروحوا بهالشهر ما اعمل فيهم سكوسو، ليه شو بدي الدورة الشهرية؟ خليها لكم.